بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وجه معادنا دلوقتي مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. هيتس وان، واتس ا جول. هنبدأ جولتنا معاكم. وبيتو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قال إن الفريق هيلعب مباراة صعبة قدام فريق الرجاء المغربي، وأكد موسيماني أنه بيحترم الفريق المغربي ومدربه رشيد الطاووسي اللي وصفه أنه صديق له على المستوى الشخصي وفي تواصل مستمر بينهم. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء اتكلم موسيماني وقال إن دور المجموعات بيسمح بإمكانية التعويض في حالة الإخفاق في أي مباراة، لكن الأهلي دلوقتي وصل للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وفي فريق واحد بس هو اللي هيتأهل للدور نصف النهائي. من ناحية تانية، أيمن أشرف مدافع الفريق في النادي الأهلي قال إن مواجهة الرجاء النهاردة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال صعبة ومهمة، لكنه هو وزمايله عندهم هدف واحد وهو تحقيق نتيجة إيجابية بتساعد الفريق في مباراة العودة والتأهل لمواصلة مشوار البطولة. اتأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة لدور نصف النهائي في بطولة مانشستر الإسكواش واللي بتستضيفها المدينة الإنجليزية خلال الفترة بين 13 ولحد يوم 18 إبريل، وفاز كريم في مباراة الدور ربع النهائي على ماثيو كاستكنت بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت 55 دقيقة، وجت نتيجة الأشواط 3-1 و12-10 و4-11 و11-4 و11-8. بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أكد أن الفريق هيحاول يقدم أداء جيد قدام ليفربول في المواجهة النارية اللي هتتلعب النهاردة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي. وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالماتش: احنا سعداء جدا لوجودنا هنا، هنحاول تقديم أداء جيد قدام الليفر وده مش هيكون موضوع سهل. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، وهروح مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دينا.